بعد اعتراف الخادمة الإثيوبية بقتل الطفلة سيلين ركان، أغلق بذلك ملف اللقاح الفاسد. وإذ حاول البعض إعادة التحقيق إلى نقطة الصفر والتوجه مجدداً إلى فساد اللقاح، فإن مصادر في وزارة الصحة أكدت للجديد أن اللقاح لم يكن مصدره وزارة الصحة ولا اليونيسف، بل من مصدر آخر، إلا أن الوزارة صادرت جميع اللقاحات والأدوية ليتبين أنها سليمة، وما زال الطبيب تحت المراقبة حتى الساعة. لكن النقطة التي وقف عندها التحقيق هي لماذا لم يتأكد الطبيب الشرعي من نظرية القتل إذا كانت الخادمة قد خنقت سيلين، وبالتالي فإن عوارض الخنق ستكون بارزة. في تفاصيل هذا اليوم، فإن الطفلة سيلين وصلت إلى المستشفى متوفاة، فحولتها مستشفى الزهراء إلى الطبيب الشرعي في المستشفى، فكان الدكتور أحمد المقداد. ولما رفضت العائلة تشريح ابنتها التي سببت وفاتها حال صدمة للعائلة، كتب الطبيب الشرعي تقريره من دون تشريحها بأن سبب الوفاة في اعتقاده هو، بحسب ما أكدت مصادر قضائية للجديد، تشوه خلقي. وبناء عليه تم دفن الابنة على هذا الأساس قبل أن يتحدث الوالد عن فرضية اللقاح الفاسد. وهنا تكمن الإشكالية، إذ أن التشوه الخلقي وهو ما يكون عادة تشوها في قلب الإنسان أو الدماغ بحاجة إلى تشريح لتشخيصه، لكن سيلين لم تشرح بطلب من الأهل. ولولا فرضية اللقاح التي وضعها الوالد لما كانت النيابة العامة تحركت بالأساس باعتبار أن الموت كان طبيعيا، إلا أن عوارض الاختناق عادة تشخيصها سهل ويكون عبر الفحص الظاهري للجثة، وتختلف كليا عن التسمم. فهل كذبت الخادمة أم أن الطبيب الشرعي غفل عن تحديد عوارض الاختناق؟ بين أنه مختنقة وبين مسممة مفروض يكون في كتير فرق كبير. يعني البعض عم بيقول أنه مثل حاطين بمحل ليمينك، أنه أنت ما قدرت تتميز بين إذا مختنقة ولا مسممة. لا بس عن جد هيك الجو العام يعني. لا بالنيابة العامة عم تتولى الأمر هذا. طب أنت شو بين معك؟ سبب الوفاة بخينا خدت إلا بالتشريح. طب وليه ما أنه إيه؟ طب لما ايه طب لما اجوا لعندك انت انه شو قلت لهم؟ ولا شيء. ما اعطيت سبب للوفاة. ما اعطيت. شفت طب بس هني بحق يا نوال، ما اعطيت المعلومات للزاحف خلص شرحه وما بدهم يتهموا الحكيم وما بدهم كذا، ما بصير شيء بديت حبيبتي. يعني انت ما اعطيت، يعني ما اعطيت سبب للوفاة. ما بقدر بعطي ترشيحات. ايه وانت شو رجحت وقتها انه تكون تعيشة؟ يعني انه مراجع سبب قد عمل كل واحد يتوقف قلبه وشايف. ايه بس هيك يعني انت بس تشريح سيء للموقف. بتقريرك انت ما قلت تسمم او اختناق، ما هي؟ ما بنعرف. ما بتعرف شو قلت ولا ما بت... ولا ما قلت؟ ما بنعرف شو قلت. لا يا دوال الطبيب لم يعطنا إجابة واضحة، لكن النيابة العامة لديها التقرير كاملا، وبناء عليه أحيلت القضية إلى الشرطة القضائية لاستكمال التحقيقات. اعتراف الخادمة إذن كان الدليل القاطع، وعليه فإن التشريح ما عاد يشكل دليلا، لكن القضية لم تنتهي بعد، أقله بالنسبة إلى رأي العام. نوال بري، قناة الجديد.